ان شاء الله النهارده عندي اول موضوعين في المحور الثاني. احنا خلصنا المحور الاول والنهارده ان شاء الله بنبتدي المحور الثاني. طيب الدرسين النهارده احلى من بعض، بس نقعد كده ونركز معايا. الموضوع الاول بيكلمني على الموارد واعاده التدوير، خلاص كده وهنشرح دلوقتي يعني ايه موارد. طيب الدرس الثاني منتجات جديده من اعاده التدوير، خلاص زي ما قلت لكم الاثنين دول احلى من بعض. الدرسين دول بيعلموني ان انا اي حاجه عندي في البيت مستهلكه، يعني جبتها وخلصتها والمفروض تترمي، لا انا مش هرميها، انا هعمل لها اعاده تدوير. تنفع اعاده تدوير، تنفعني في حاجات ثانيه. يعني مثلا ثانيه واحده يا مازن، ازازه البيبسي دي مش احنا بنجيبها فيها بيبسي وبعد ما بنخلص البيبسي بنعمل فيها ايه؟ نرميها، بنشرب ونرميها، صح كده؟ لا دي ايه؟ حلو، بس دلوقتي المفروض يا محمد ان الميه ما احطهاش في ازاز بلاستيك، المفروض الميه احطها في ازايز ازاز، دي احسن وافضل من الازاز البلاستيك. طيب تاني حاجه بقى، انا عندي هنا ازازه البيبسي ديت بدل ما هرميها خدتها وفتحتها بالمنظر دوت وخرمتها ودهناها مع بعض، طب وهنعمل فيها ايه بقى يا مس؟ هقول لكم دلوقتي. هاتي اللي عندك ديت، هنحط فيها طينه، هنحط فيها طينه وهنعمل ايه؟ نزرع فيها، يعني دي حطينا فيها الطينه اهي عشان نبتدي نحط فيها البذور ونزرع فيها، يبقى انا بدل ما ارميها، بدل ما ارميها والوث الدنيا بيها، لا ده انا عملت لها اعاده تدوير وهشتغل فيها مره ثانيه. طيب ودي ازازه، ازازه ثانيه اتفتحت بشكل ثاني وتحط فيها طينه وسرع، تمام زي الفل. طيب انا دي عندي علبه صلصه اهي، علبه الصلصه ديت بعد ما خلصنا الصلصه ممكن نرميها، صح كده؟ هنرميها، لكن لا احنا مش هنرميها، احنا هنعملها مع بعض، ممكن نعملها مقلمه. دلوقتي نكسيها مع بعض ونغير في شكلها خالص ونعملها مقلمه نحطها على المكتب بتاعنا، نحط فيها اقلامنا ونحط فيها حاجتنا، تمام؟ يبقى احنا دي ابسط الحاجات اللي انا هعلمها لك، لكن في حاجات كتيره جدا ممكن ان انا استفاد منها. طيب انا اول حاجه عندي بس هنا، هنا بيقول لي الموارد، طب موارد دي ايه؟ موارد دي يا مس ثانيه واحده، تقيل عليا الكلمه دي، ايه موارد دي؟ هقول لك يا حبيبي ان الموارد دي